هاي هاي مايك هلا من العيال انت والله بمخبار ابو سند يا فنان وين وين مشاريعنا هوا وخسرنا سبتك يا محمد فكرة تبدا والله فكرة تبدا والشباب ياكلون كبدا هذا المصيبة حافظين والله حافظين خلاص ما بيكون معكم ملينا خلاص ما بيكون معكم ملينا خلاص ما بيكون معكم ملينا وطفشنا كل يوم اجتماع الحلال خلاص غثيتنا وما حنا قادرين نشوف وش اللي صار فينا جات براسي فكرة وش الفكرة وش يا فكرة عندنا مبلغ حلو خلنا ندخله على اسهم ونبدأ نضارب بالاسهم شفت انا مزاجي رايق انت بتعبس مزاجي هذا الكلام لا يمكن انه يصير حبيبي الاسهم لا اشوفك جايب طريها لا اجي واعلمك شغلك صحيح الاسهم خلاص مشلنا فيها خلاص في 1,000,000,000 مشروع جديد فكر يا اخي يا اخي يا اخي في بعض العلماء شلوا بمشاريع كثيره ورجعوا لين ما نجحوا علماء 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 فاهم شنو علماء طيب ما هو بالفيد بس الاسهم نقول انه صعب ويبيله راس مال طيب طبخ طبخ وقدور عندنا اقول خلي الموضوع الطبخ هذا تعبتوني ذاك اليوم وكرفت واخر شيء انا اللي انطق بعد لا اسمعك تقول طبخ عصبي عصبي لانك دست طرف من احاسيسه ومشاعره ولا هذا طبخ. هذا قلت لي طبخ فاضي انت فاضي طبخ قال لي ايش في ذا هلا تكلم احنا هلا اختي ما في كلام لا غلطانة لا لا أنا غلطانة يا هلا وش عنده وش نقدرتها وش تقول بي محل حفلات باللون انت اللي تسوي باللون ما ادري شو اقول حفلات ايه شنو حفلات ايه حفلات تعرف اللي يعبون باللون هيليوم وحرفك وزي كذا والدلديش ايه تحسب انا راعي مع الحفلات انت راعي مع الحفلات اي دقت علي غلطانة بسألك سؤال الحين محلات الحفلات وش شغلهم وش عملهم شغلهم زي الغاز حق زي غاز الطبخ إيه؟ بس انه نوع ثاني إيه؟ يعبون باللونه ويربطونه يقولون هذه سعره بريالين والحرف سعره ب30 ب40 زي كذا يعني نظامه وش بكم يا اخي هذا مشروعنا هذا مشروعنا جوالي جب وبعدين اي وحده تدق عليك ولا واحد لا اسالنا وش انا ارد هذا الخبر هذا رقم ملكي يعني عنده فلوس الناس 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 خبره عارفين السلام عليكم معليش اختي معليش الولد ماش دايخ الا هذا مشروع نعم 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 تنسيق حفلات حنا اي نعم طيب طيب اختي ممكن ترسلنا في الواتساب المطلوب كم بالونه تبون كم ايوه ونعطيكم السعر لا بيعجبكم السعر ان شاء الله اي نعم معليش نرجع نكذب الولد ما نعم نعم يلا السلام عليكم لا غلط صح وهذا مشروعنا الجديد هالحين هي كم قالت بالونه تبغى؟ تبي 22 بالونه. حلو هذه واحده هذا واحده ضاعت واحده الحين فقعت وش نسوي؟ يلا انفخ انفخ وش نسوي؟ اصبر احنا تبي مشروع بعد انا قايل لك قايل لك قايل لك انه جيب لنا الاله حقت النفخ قايل لك انفخ انفخ ابن الحلال نبي مشروع الصرفيات لازم تكون اقل من المدخلات الله العظيم ما دوخنا باقي ما دوخنا باقي حبيبي هذه أبعلمك شيء هو طالبة أن تبولين ومعاها كيكة حولها كيكة محمد ما شاء الله وين كيكة جبتها وين حطيتها بالثلاجة حلو بس ترى
يعني شكله لا ما عليك ما عليك حط له صينيه احنا نضبطها ما عليك عندك اي عندي كل شيء حبيبي شنو عندك البنت طالبه كيكه وحولها تفافيخ 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 حول الكيك والتفافيخ اهم شيء يصير شكله زين الصينيه زينه الصينيه زينه ما عليك اقول وش رايك عاد وش رايك اذا قالت لي وش تحطوا اقول لها تفافيخ حول الكيكه اي إيه التفافيخ حول الكيكه بس لا بس تكون تفافيخ تفافيخ انت لا محراقي ايش تفافيخ صج بلالين صح بلالين بلالين صح بلالين بلونه بس متعود على طول تفافيخ تفافيخ يلا انفخ 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 مرتين يفقع تعبت يا اخوي وانا انفخ تعب هذا الشغل هذا المشروع شو نسوي انا اقول كل وحده تنفجر من الشخص يخصم راتبه هذا اللي بيحصل شنو الا هذا بيحصل كم نفخ انفخ اين لا لا حنا اللي متاسفين حقيقه تعرف المشروع هذا فيه اخطاء وارده تحصل الله يتمم عليكم الافراح حبيبي لا ابشر ان نتلافى الاخطاء جميعا ان شاء الله باذن الله كنا مستعجلين معليش والشباب تحمسوا زياده اي معنى عندنا دمى عندنا دميه عندنا ابد ابو زي قال بس اي دميه تبغى مستعدين الا عندنا دميه زرافه عندنا دميه زرافه وعندنا الدب قطع معليش احسن احسن انه قطع ليه وش دمى هو يقول عندكم دمى عندنا دمى انا عادي يقول دمى يقول اي شيء بس خير اسم تفيخه 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 حنا عالم تفيخه وش مشكله هذا اسمنا عالم تفيخه بالله عليك منو اللي بيجي يطلب منك شيء وانت اسم اسمك عالم تفيخه وش عالم تفيخه مين بيدق عليك منو يا خلفي دق 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 هلا وعليكم السلام معك عالم تفيخه اي 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 عندنا استطاع يقول عالم تفيخ عالم تفيخ والله الله العظيم انه شر شباب اي ابشر ابشر ان شاء الله ابشر اي نعم خلاص فتح وشو فتح وشو فتح نادي يقول عندنا حفله 220 طفل نبغى لهم تفاخات ونبغى لهم كيك اوف الله لك الحمد يا الله الفلوس بدت تجينا فلوس تجي ومشروع انا بس شكل الاكسجين بيروح خلي يروح اهم شيء ناخذ الفلوس يلا 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 شباب يلا يلا جاهزين يلا جاهزين تم ملينا وطفشنا يا عيال كم وصلنا الحين كم وصلنا 780 780 بالونة الله يعطيكم العافية طيب أبو دزيقة حبيبي عشان الجمس معك ركب الطاولات وخذ الكيك وشيل البالونات يلا وصله علشان يحولونا باقي المبلغ يلا يخصم من راتبه يا ابن الحلال شوي 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 يا ابن الحلال يخصم من راتبه شوي 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 ننفخ ساعة أبو سند يلا ما يخالف ما يخالف الله دخت من البارح حنا ننفخ يلا مسند الله يجيب العواقب سليمة بس ليش يا أخي كثرة الطلبات علينا ما نلحق بس يا أخي دايم دايم مشاريعنا أبو سند يعني تجي فجأة ما نحط دراسة يعني مثل المشروع هذا لو إحنا شريم مكينة لا طاح صدري وانا انفخ قلت لك المصاريف لازم تصير منخفضه عشان تبدا المشروع زين صوت دقه 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 لي هلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مندوبنا لا جايكم بالطريق ان شاء الله جايكم جايكم والله طلع له شوي لكن ان شاء الله بالطريق يعني تعرفون يمكن زحمه الرياض اي نعم لا لا يجيكم الان ان شاء الله تاخر عليهم بطريقه إيه تلقى بالطريق زحمة كذا دق عليه دق عليه شوف وينه ما يحتاج أقول دق عليه ابن الحلال ذي تحتري ذي شبت علينا ذي الحرمة ذي ما ها رد انتظر ويرد
اكيد بالزحمه ومشغل المسجل ما هو لمنا. برزيك هذه اي مندوب؟ هذه راعيه شو اسمه البالونات والكيك حقتها الاطفال. ايه رد رد. هلا ابو رزيقه. ابو رزيقه وش صار عليك؟ ها وش صار عليك؟ وش صار؟ يلا وصل الطلبيه يا اخوي. يا اخوي يا اخوي اسمعني، الجبس تعطل علي يا اخوي. مو هو وقته وباخذ ترى من ميزانيه المشروع هذا انا قايل لك. طيب والكيك وش صار عليه؟ يا اخوي يا الكيك. دقيقه خليني اشوفه. دقيقه ها الكيك صح الكيك يا حبيبي صح الكيك. طيب والبالونات؟ البالونات تفقع لنا. اسمع صوتك. تفقع وخلصوا يا ابن الحلال. ما عاد فيه انا اقول ها رجع للمدام مبلغها ومبلغ التعويض وخلنا نصلح الموتر. ابو سند انت مشروع بلالين بتكلفة اقل وفشل. خلاص ما بيكون معكم ملينا. خلاص ما بيكون معكم ملينا. خلاص ما بيكون معكم ملينا وطفشنا. خلاص ما بيكون معكم ملينا. خلاص ما بيكون معكم ملينا وطفشنا. ايه ليه الزعل في وجيهكم؟ ليه زعلانين؟ الدنيا ما تشوى ان احنا نزعل. بالله عليكم اليوم موضوعنا عن الفرح، خلونا نستانس وننبسط. يعني ايش تبي نسوي؟ يعني ايش مدى الفرح عندك؟ شنو الفرح عندك؟ نبدا بالفهيد. دق يمين وعطي يسار. قل موضوعك. والله انا ما اجي بعد ابو سند. تفضل ابو سند. لا انا ملاحظ يا اخي، اذا على طاري الفرح ذا ملاحظ ان الناس الان كل شيء يسوون حفله. والله العظيم كل شيء من اول. احنا يا اخي تخرجت من اولى ابتدائي الى متوسط ما سووا لي اهلي ولا حفله. ايه الان اي اختبار الشهري جاب درجه زينه سووا له اهله حفله ويصورون بسناب وما ياكلون، لازم تصور اول عشان يا اخي ترى كثره الحفلات خلاص يتبلد الانسان. بعلمك شيء انت ابو سند، بعلمك شيء. الان الحفلات الزينه اللي نشوفها في حياتنا اللي حين نعيشها، وش مدى الحفلة عندك؟ يعني مدى؟ وش التكلف اللي قصدك اللي كم المبلغ؟ اي كم المبلغ؟ يختلف. بعض الأحيان يصير الحفلة شيء بسيط كيكة وبعض الأحيان لا والله عزم في مطعم مكلفني يمكن 2000 ريال. إنزين وش المناسبة اللي تخليك تكلفك 2000 ريال؟ وش المناسبة اللي تخليك تكلفك 25 ريال؟ تختلف. مثلا واحد مناسبة طلع من المستشفى سليم ممكن، هذا يعني انا اشوف انها تستاهل سوي لي حفله كبيره لان طلع من المستشفى سلامه واحد. لكن شيء بسيط يعني مثلا واحد جاب درجه زينه سوي لي حفله من عيالي. ايش ليش بهالطريقه هذه عودت عيالي على انهم كل انجازاتهم حتى ولو كانت تافهه يسوي لهم حفله ويبون مني اسوي لهم حفله. ما يخالص. انزين انزين بتكلم. انزين معلي انزين الفهيد، وش الشيء اللي يكون في حياتك في فرح؟ شوف السؤال، يعني السؤال هذا يبي له سؤال يعني ما فهمت. ما فهمت يعني قصدي انه الشيء اللي في حياتك يسوي له فرح. انزين وش فرح؟ اعلمك انه انت كيف تخلي نفسك سعيدة؟ كيف هذا سؤال جميل. ايه سؤال يعني ما ادري شلون طلع مني. ايه كيف تكون سعيد؟ ايه كيف تكون سعيد؟ شوف في ناس يقيسون السعاده بالمال، في ناس يقيسون السعاده بالسفر، في ناس ما قلت لك عرف السعاده. انا قلت لك انت انا عشان اجاوبك. في ناس يقيسون السعاده بالمال، وفي ناس يقيسون بالدراهم، في ناس يقيسون بالمتر بالفلوس. بالفلوس صح. زين شنو يلا علمني. شوف السعادة وشون انك انت تسعد نفسك بنفسك، هذه اسم مغسلة السعادة، بقالة السعادة معروفة. كيف تسعد نفسك بنفسك؟ كيف انك ما تربط نفسك بالناس الثانيين. يعني ما يجي انا اقول اذا معي ابو رزيق انا بصير مبسوط، واذا معي اخوي بالاستراحة بصير مبسوط.
راحوا انا دخلت بمرحله اكتئاب. هاي لا تربط سعادتك باحد. سعادتي بنفسي انا، انا اقدر اسعد نفسي بنفسي، انا قاعد هنا اقدر وانا قاعد احاول اشوف تلفزيون ما ادري ايش وسع صدر نفسي. في ناس لا، انه لو صار قاعد بالحاله هوجيس ويطفش وما ادري ايش يخلط، طلعت تمشي انت تسعد نفسك بنفسك. لا تخلي مدخل لنفسك الناس هي اللي تسعدك. انزين مره سويت لك حفله؟ انا سويت لنفسي؟ اي انا سويت لنفسي حفله. اي لا ما اذكر. ما تعرف يعني هو يبي يقول انه لازم سعادتك تدفع فلوس. لا لا ما له دخل. زين مره سويت لشخص حفله؟ انا قبل فتره كنت يعني لا صرت متضايق اركب السياره اطلع عكشت بالحالي. تكشت بالحالي فرشه شبة نار وحط شاهي ودلة وقهوة واقعد تقعد هوجس فكر. إيه فكر يمكن يقعد لي بنص ساعة. لا قضيت صورت ورسلت عيال قلت أنا قاعد بالمكان فلاني تعالوا. آه. لا والله يجون عيال نقعد إلى الساعة واحدة بالليل. إيه بس أنا أتكلم لك عن الحفلة عن يعني يعني. لا أنا ما أسوي حفلة لنفسي. ليش أنا أسوي حفلة؟ زين زين للآخرين ما مرة سويت حفلة لشخص؟ إلا الشخص إيه. لا مين كان مين كان؟ سويت حفلة ل يمكن خمسة من أخوياي تزوجوا خلال فترات هي راحت كلهم سوي لهم حفلات ما شاء الله تبايح وجلسة ومدري إيش وهدايا. إيه؟ عادي هذه لازم نسويها. إيه؟ أنا بالنسبة لي على قولك طلع من المستشفى تخرج لا تخرج يعني مهم يعني تعرف اللي محفر بالجامعة قاعد له فترة. إيه؟ إيه هذا نسوي له حفلة تخرج. انزين انزين أشخاص من أهلك ما مرة سويت لهم حفلة؟ سووا لك حفله مثلا؟ اهلي سووا لي ترى يسوون لي حفلات وانا سويت لاهلي حفلات يعني اهلي لا سافر. وليش يعني نص ساعه انا اقول لك سويت حفلات تقول لي ما سويت ما سويت ليش ما انا اقول ما سوي لنفسي يعني مستحيل انا اجيب كيكه ونقول عيال تعالوا يلا خلينا نصور. سالته قلت هل سويت لنفسك؟ يقول لا ما سويت. اهلي سووا لي صح انا سويت لاهلي صح. لكن السؤال الحين لك انا هل ترى ان انت مع ان كل شيء يسوي له حفله؟ انا والله شوف بعلمك شيء من وجهة نظري ان الحفلة هي أنس فيها من الضحك وفيها من الفل وفيها من يمكن بعض الأحزان تروح في الحفلة. يعني احنا بعض المرات نكون حزينين صح ولا لا؟ ايه؟ مجرد ما نشوف كيكة او حفلة او فيها من الفرح تغير جونا صح ولا لا؟ صح. احنا ما عندنا ترى السلوك انه انها يعني مثلا يكون نسوي حفلة لأنفسنا نعيش العيش اللي يعني بعض المرات نقول ما نبي نكافئ نفسنا وهذا شيء مزعج للغاية. أنا أتوقع أن أبو سند إذا حس نفسه أنه معصب يشوف له أقرب حفلة ويسويها. يا أخي أنا ما جت يعني بالي ثقافة أن يسوي لي حفلة. يعني انت قلت تسوي نفسك حفله؟ ايه صدق. ايه نعم هذا نفس اللي يهدي لنفسه. عرفت؟ انا اذا شريت هديه إيه؟ ويسكر الباب وبعدين يصور والله يجزاك خير على هديه او يجزاك خير على نفسي على نفسي. لا بدون ما اذكره. ايه يعني كان جيت لا صحيح تسوي. ايه شلون يعني بعض المرات اشتري كيكه واقول اهديها لنفسي. طيب وتنبسط؟ اي واستاذ تتفاجأ. طيب إيه؟ تتفاجأ كذا هديه شكرا واصف فوق نفسي عادي ترى عادي ترى الموضوع يعني كان حلو تحول تحول طب نفسي تحول المريض نفسي. لكن في شيء الفرحه والهديه وهذول هي يعني ما هي بالماده قد ما هي بقدره من الشخص اللي جاك. صح. يعني انا بالنسبه لي لو يعطيني ابو سند ميدالية بريالين انا اشوفها قدره عالي عندي لان جايه من ابو سند. ففي بعض الناس يتكلف بالشيء هذا. لا تكلف بالعكس انت قدرك عند اي شخص انت اهديته تراك انت دققت على الشخص ويعنى لك الشخص. أيه. وفكرت بالشخص هذه هي اكبر هديه. صح ولا لا؟ صح هذا نعم صح كلام انت كلامك صحيح جدا جدا. لا هو اذا تشبع من الموضوع ينام خلاص. اهدوا كت يا شباب. خلاص ما بيكون معكم ملينا وطفشنا. بالله عليك فلوسك ليش حطها في البنك؟ ليش بالله عليك؟ استانس انبسط اجمع العائلة وسوي لهم أحلى كيكة فلوها استانسوا يعني العمر رايح
يحتاج لنا أن نكون سعيدين أحسن من نكون تعيسين في الحياة، ما ننظر للحياة بنظرة إيجابية. ما تحظون أن أصبحنا في زمن أن ما يمر يومين لازم تسوي حفلة، حفلة تخرج، حفلة مولود، حفلة بيت جديد، حفلة أنه افتتح حسابه الجديد في سناب. يا جماعة يعني الحفلات هذه كثرتها أفقدتنا لذة الفرح الحقيقية. يعني سوى حفلة في شيء يستاهل، والله واحد طلع من مستشفى صح سوى حفلة، واحد حصل شهادة كبيرة سوى حفلة، زواج حفلة. يعني الحفلات حلوة هذه، لكن إيش إذا صار بينها وبين يعني بينها وبين بعض مسافات وقت. إذا تكلمنا عن تنسيق الحفلات شيء جميل، بس كثرته شيء مو جميل، شيء مفسد. ليش؟ لأنه إذا تكلمنا عن إنه كل شوي تبتصير في حفلة تبي تروح متعة الحفلة، يعني تخيل كل فترة أجي يعطيك مثلاً 100 ريال ما راح تمل. بس الحفلات يعني شيء ثاني، إنه أسوي حفلة بيصير مملة، بس الحفلة لا صارت حفلة وخلال فترة يعني سنة ما في أي حفلة، ومن صارت في حفلة هنا أنا بنبسط. سعادتك في الحياة هو جمعة أهلك حولك، جمعة أصحابك اللي تحبهم حولك، الحفلات، الوناسة، الضحكة الحلوة. ليش 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 كله تعيسين لا انبسط. شوف لك كيك، على الشباب يقول أقول لهم من شوي أقول لهم سووا لنفسك كيكة، استغربوا مني كيف. لا حبيبي، سوي لنفسك كيكة واعزم نفسك عادي، انبسط فلها. مشكلة بعض الناس يعني ما يكون هدفه الحفلة، حفله يعني هدف التصوير، صور ووثق حتى لو من داخل حزين. والله العظيم بعضهم من داخل حزين هو حفلة، ويمكن يهاوش بعد ويعصب زين، وهذا ما ضبطوها. وتخيل لو مجهز الحفلة ومجهز التصوير ثم نكتشف ان التصوير ما هو مضبوط، او خرب عليه التصوير، او طفى عليه الجوال، صدقني ما مكمل حفلته، او بتنقلب حفلته هذه الى مشاكل. ليش؟ لان اصلا الحفلة والفرح مو من داخل، مظاهر خارجية. متى يكون للفرحة تأثير؟ اذا كانت من داخل. يا اخي ضحكة، كلمة حلوة، هدية بسيطة، قد تدخل على الإنسان فرحة كبيرة. أنا ما أندم و أحس يعني مو أندم، ما يعني شلون أقول لكم، شفتوا بعض الناس اللي يشجعون أندية يجي يسوي كيكة قبل ما النادي هذا. شلونك نجي نسوي حفلة؟ طيب ما تبين نقول له خلاص ما بيكون معكم ملينا، خلاص ما بيكون معكم ملينا، خلاص ما بيكون معكم ملينا وطفشنا.